شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أولا ينبغي لنا أن نستقبله بالفرح. يا إخوة يا أخوات، ما أجملنا أن نستقبل شهر رمضان بالفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعظم ما يمكن أن يختم به شعبان ويستقبل به رمضان أن تنطوي القلوب على نية صادقة تريد ما عند الله، تريد وجه الله والدار الآخرة. ينبغي لنا أن نستقبل هذا الشهر الكريم بتوبة نصوح. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز من قائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك فأجاب: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم. ينبغي لنا أن نستقبل هذا الشهر الكريم بتعلم أحكامه. يا إخوة، كم من أناس من رجال والنساء من شباب وفتيات يقدمون على هذا الشهر الكريم دون أن يتعلموا أحكامه، أحكامه الفقهية، من حلال وحرام، من مستحبات ومكروهات، من أداب وأخلاق. ينبغي لنا أن نستقبل هذا الشهر الكريم بالدعاء، بالدعاء أن الله عز وجل يعيننا على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن. إذا هل هلال رمضان، ما أجمل أن ندعو بدعاء المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد.